مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. تلقي اتصال من عند الأخت سعيدة. الأخت سعيدة عندها 35 سنة، عندها 4 ديال الوليدات، معمرة تزوجات. الإشكال الكبير اللي عند سعيدة أنه كتحمل المسؤولية لنفسها، وهذا شيء غريب. ما حملتش المسؤولية للعائلة ديالها، ما حملتش المسؤولية للمقربين، حملت المسؤولية لنفسها. تبعوا معايا. سعيدة، سعيدة 4 ديال الوليدات، ما عمك تزوجتي، الأب ما كاينش، كيفاش؟ يعني أنا تلاقيت مع السيد وولد الدوار وهذا الشيء بعيد منه، واحد بحال دابا كيما تقول البرنوسي أناسي بحال هكا، يعني تلاقيت معاه بقى معايا نتزوج باك وهادي، داني لواحد الدار، هذيك الدار عرفتي ما فضلتها قدامك، اش غنقول لك؟ أنا شت هذيك الدار بعدا يعني دخت صافي واحد النهار ويجي عندي مو خلاته خرج ويتقول لي يا بنيتي انا راه ما بغيتكش تكرفسي تمحني، حتى انا عندي بنت. السيد قالت لي ما تبقاي تجي معاه لهنا وراه كيلعب بالدريات والبنات، راه غير غيضحك عليك وتطيحي في شي مشكل. انا قالت لي راه ما تساليني تذن، يعني قال لي هو مني جا قلت لي، قال لي راه الوالده ما بغاتكش وداك الشيء ما بغاتكش ليا. صافي بقيت معاه قلت شي عام بحال هكاك، وهذيك النهار نقول لي راه شنو راه حامله وداك الشيء. صافي هو يدفع لي التليفون كيقول لي انا راه كنكري ليك، راه كنقلب باش نكري لك وغنجي لداركم، هو راه كيقلب فين غيتحولوا فين غيمشيو باش انا ما نخمشي لهاديك الدار ما لقاش. صافي فاش مشيت واحد النهار وانا لقى مول الدار واقف حدا التراكتور ديالو، هو يقول لي هذاك راه غير كان خدام عندي، راه مشي الدار ديالهم هنا، راه نعت ونعت وعيا ما نعت لي في الدوار اللي فيه وما طحتش عليه. صافي بقيت هكاك يعني ما قلتش لدارنا، قلت لهم راني حامله ولا شي حاجه ما نقدرش نقولها. بقيت حتى النهار اللي ولدت. صافي فاش ولدت هو عيط لي خويا وبو داكشي، قال لي حنا دايره فيك الثقه ومخلينك مع عيالاتنا ومع ولادنا وانت درتي لينا الشوها في الدوار، يعني بلا ما كاين خويا في الطاليان، قال لي يعني بلا ما نسيبك في الدار اخويا. يعني انا واخا قال لي ديك الكلمه صافي انا من السبيطار ما رجعتش عندهم. تلاقيت مع واحد، جات عندي واحد السيده اصلا كذلك جات عندي السبيطار، قالت لي هاد الوليد عطيه ليا غنطلع فيه وغيمشي لبرا وتقاي مره وتجي تشوفيه. قلت لها لا ما نقدرش نعطيك انا ولدي، قلت لها ولدي هو اللي ما نعطيهش، قلت لها انا ارتكبت الغلط مع دارنا وما غنبقاش نمشي لدارنا لا عائله لا وليد، اللهم هاد الوليد غنحضن عليه راه نزف شفار عينيه، قلت لها نتعب عليه اي حاجه. تلاقيت مع واحد السيد قال لي شوفي يا بنتي كاينه واحد الجمعيه راهم يطلعوا فيك ويطلعوا في ولدك، وانا صحبت هذاك الشيء اللي قال لي في الصح، يطلعوا في الوليدات يطلعوا في اي حاجه. يعني صافي جابني ليها صايب لي الدوسي ديالي هذاك الشيء، دخلت ليهم. صافي ملي دخلت وليت كنشوف الدري مكرفس وانا مكرفسه بزاف والعذاب بزاف، ويعني الا قلتي ليها شي حاجه ما كنعرفش ليها تقول لك لا ما عرفتيش ليها خرجي برا، يعني بحال حتى هي بحال شجعاتنا سيري عاودي وحده اخرى مني تقول لك وحده خرجي للزنقه باش غتحس براسك، سيري خرجي ورا خرجت للزنقه. يعني مجمعاتك شو خدماتك مزيان. الدري الاول شحال عنده؟ عنده 8 سنين. من موراه ولدتي الثاني؟ ولدت البنيه دابا. با شكون هو؟ با هي بحال تلاقيت مع داك راك، يعني الدري الاول كنت يعني ضربت عليه الطابليه ضربت عليه اي حاجه، قلت صافي ولدي غنعيشو كيما هذاك الشيء اللي وقع لي انا ما غيوقعش لولدي، حيت جربت التمار وجربت العذاب، يعني ولدي غنوصلو غنحضن على هاد الوليد دابا راه لا عائله لا تش، حيت عارفه دارنا ما غيبقاوش يحنوا فيا ولا دارنا بزاف نفيسه بزاف. الثاني البنيه الثانيه ياك مرموره الولد البنت عبد الله سيري مع سيري معايا سؤال جواب باش نعرفوا راسنا اش فين غاديين. دابا الولد 8 سنين مع السيد اللي في العروبيه، دابا الثاني البنيه كيفاش البنيه؟ كانت خدامه واحد النهار خارجه غير مسخره القهوه، نتلاقى مع داك السيد عند واحد الرموق، قال لي السلام، قلت لي السلام، قال لي اختي بغيت نتعرف عليك وهذا الشيء، زدت وخليته حيت صافي قلت هذا كيما دار لي الاخر غيدير لي حتى هو، زدت دقيت فيه وتبعني حتى القهوه اللي خدامه فيها، بقى يومين نجي القهوه تما تعطيته النمره، بقى كيقول لي ياكل لي راسي انا هادي راه داك الدري نديرو بحال ولدي، داك الشيء اللي كتمنى ليه تي راه غندير لي انا كثار. صافي فك اوتي قال لي معاش كتجي الخدمه، جيت للصراحه قلت لي كنوض مع 6 الصباح الا كنت مدوبله ما كنضل مع 6 الصباح حتى 12 الليل بعدا مرات الوحده، لا قال لي غادي نريحك وتقابلي ولدك راه المربيات خايبين ما تعرفي اش كيديروا لهذوك الدراري. يعني انا صحبت الصح مني بقى كيعمر ليا في راسي راه المربيات خايبين، انت ما عارفاش راسك فين حاطه ولدك. حتى هو بديت معاه العلاقه نجي عند البنت. وباش كيبداو معاك العلاقه بينا غنطلعوا لك في الدري ونلبسوا لك اللي بغا. ما كتقولي لهم العدول؟
مثلا كنبقى نقول انا تنشوف اشنو غيبقى لي مع هاد السين. وانت كتشوفي من بعد اش كيوقع لك. هو دابا دخلنا للثاني راه باقي عندنا جوج اخرين. علاش داك العدو ما كاينش دابا بيني وبينك يا سعيده؟ هما باش كيدخلوني انا بالدري كنقول صافي هذا راه مني غيحن في الدري راه غيحن فيا حتى انا صافي. فاش نهار اللي قلت لي راه شنو كاين حامله هو يقول لي لا ماشي ديالي هذيك ماشي بنتي ماشي واخا. ثالث ثالث خدامه بها انا جايه الهضره بقيت خدامه واخا هكا قلت ما غنلوحهاش. واش في الاخر شنو قال لي سيري حيديها؟ قلت لي لا ما نحصاش. انا قلت لي دايره معصيه وغنزيد ما نحصاش ثاني مع الله. سيري لي الثالث. الثالث ولد ولا بنت؟ لا وليد. وليد الثالث كيفاش تا هو بحال هكا اي تا هو مع باه باه بحال هكا صافي صافي. نهار اللي عرفني تا هو حامله طفى التليفون وما بقى كيجاوب ما عارفاش فين كيسكن. الرابع هو هذا اللي عندنا دابا 15 الرابع هو واني بقيت خدامه عليه وكندمر عليه ما كدوزنيش نفسي كيتخصو من شي حاجه. يعني هذه اللي طقلت والدراري تكرفسوا عند المربيات شحال كنشد 400 درهم ما تلات دايره لهم حتى شي حاجه نخلص بها المربيات نخلص بها الكرا ما بقى دير. هذا الوليد هذا وليد لا بنيه بنيه يعني عندك الولد والبنت والولد والبنت هذه البنيه. هذه البنيه دابا كيفاش القصه ديالها؟ هذه تلاقيت هي مع باها يعني حتى هو بقيت معاه. هو اصلا باها من الاولى دخل كيقول لي شوفي انا بنت الناس راني مجوج والمراه هربت لي بجوج الوليدات باقي ما طلقهاش يعني النفقه ديالو يعني ما تسالت شي حاجه حاكمه لي المحكمه بالنفقه يعني ما تسالت شي حاجه يعني كيقول لي شوفي انا راه باغي نتزوج بك وهادي صافي. حاليا انت دابا قال لي شوفي بنت الناس انا راه مشيت خلاو عليك داركم ما عندك لا عائله لا حنين لا رحيم وانا انا بنتي ما نفوتهاش بنتي راه نحطها في الوراقه الدوله ما نفوتهاش. ودابا هذا شنو دار معك دابا؟ يعني هذا الحاجه الوحيده باقي ما مطلقش مرته الاولى. انت عارفه مجوج؟ عارفه مجوج قال لي راه مجوج يعني ما قال لي تاع فاش عرفني حامله قال لي انا راه مجوج. دابا بغيت نسولك يا سعيده فهمنا القصه ديال هاد الربعه ديال الوليدات. دابا انت اللي جات يقول لك السلام عليكم كتقضي الغرض ياك ها غدا ما عندك عدول ما كاين حتى شي اطار يعني بحال اخويا بحال هاد الهضره اللي كتقول حتى ما كتصيبش شي واحد في جناحك اللي يوريك بحال هكا ويوريك عقلك يقول لك كاين العدول كاين. انا ما عمرني دايزه في هاد اللحظه راه كاين العدول كاين هذا ما يعني كاين اللي كيتسغل لك اللي كيتستغل الفرصه ديالك ما يقولش كمشيو عند العدول هو راه عارف شنو كيدير تجوجي بيا ولا نمشي عند العدول ولا راه اللي وراك الراجل واللي وراك النعاس واللي وراك امور اخرى وراك العدول. لا لا ما كيوريكش بحال هكا. لا انت دابا هادشي مع انت العدول هو اللي ما دخلش لك راسك ولكن الراجل كيقولوا لي الحاجه الوحيده اللي كيشدوني بها اللي قال لي راه ندير لك اي حاجه لولادك ونوفر لك ولادك حيت ما بغيتش حتى ولادي يضيعوا عندي جوج بنيات ما بغيتهمش نفس الغلط اللي درت انا يديرهم. اللي قال لي جا عندك الخامس ثاني كي دايره القضيه؟ حيت علاش وصلتي ربعه يعني دابا هاد الربعه بزاف عانيت فيهم بزاف كثر من ريحت من الخدمه وريحت بزاف تحت الحوايج عانيت فيهم بزاف ومرضت فيها بزاف. دابا نعاس راه ما كنشوفوش كنشد بنتي بحال هكا وكان الاخرين كنفرج لهم نفسي وانا. هذوك الثلاثه الاولين تعرفيهم ولا والو؟ لا دابا بيني وبينك راه المشكل كبار من هادشي كامل راه حنا مسلمين هاد الاباء. وتصوري معايا دابا واحد في هاد الولاد يكبروا ياك ومشي تجوج اختو يتزوج اختو راه دابا هادشي ما درتيش انت بين عينك هادشي ولا تا هو ما كنتيش عارفه؟ دايره من بين عيني وقلت شحال من فيديو راه اي واحد غيتزوج يولد ولد غيقدر يتصاحب مع اختو غيطيح في نفس الغلط اللي طاح فيه باه غيطيح مع اختو. راه داكشي فاش كنفكر انا بزاف د الحوايج بحال هكا. ودابا في نظرك انت الحل كيدير؟ الحل الوحيد اللي كنقول انا اللي اي اب كان يشوف ولده يحن في ولده ويدير ليه وراقيه ويدير ليه بزاف د الحوايج خاصه يعني يحن فيه يشوف ويدير ليه وراقي باش لا كانت عنده اختو يعرفها كان عنده خوها غتعرفو راه يعني يقدر نفس الغلط اللي طاح فيه الاب يطيح فيه البنت. دابا انت ندمتي عليه؟ ندمت بزاف حيت ندمت خسرت عائلتي خسرت دارنا. دابا دارنا امي وبا ما عارفهمش واش حيين ولا ميتين حاليا ما عارفهمش يعني كنفكر فيهم. يعني بنتي الصغيره كتقول لي ماما واش امي كاينه في العروبيه واش تي ما عندكش ماماك ما كنقدرش نصيب شنو غنقول لها. يعني كتقول لي واش تي ما عندكش ماماك وباك علاش ما كتمشيش عندهم كثر مني كيسمعوا الزيران مشاو للعروبيه. كتقول لي ماما كنتي كتقول لي لنا دارنا في العروبيه علاش ما كتمشيش للعروبيه فين هو باباك يا ماما؟ زيتي هاد الحمل كله بوحدك اربعه ديال الوليدات كل بوات من قنت شي تعرفي وشي ما تعرفيش شي نعرفو شي ما كيفاش؟ و حتى واحد كاريه دابا فين ساكن؟ في عين السبع. شحال كاريه؟
24 24 اه 24 دابا حاليا مجموعه ليا 6 شهور ديال الكره اللي مجموعه اللي مجموعه ليا دابا 6 شهور والموده بزاف الحوايج اللي مجموعين. ما قدرتيش تلقي الوليدات زعما يهبطوا بهم شي عائله؟ لا يعني بزاف ديال العائلات كيعيطوا ليا كيقول لي عطيني هاد البنيه الصغيره، وانا ملي كيقول لي عطيني هذيك البنيه الصغيره اللي قال لي راه كيزيد يحيطني ومرضني، انا ماشي دايره الفيديو باش الناس كيقول لي عطيني بنتك ولا ولدك، ما نقدرش انا نعطي بنتي ولا ولدي. يعني انا بزاف الحوايج انا نديرهم على قبل ولادي. تكون على الاقل تحاولي مع شي واحد فيهم غير العقد ديال الزواج بعدا وتحمي نفسك بعدا وعرف الاب ديالو شكون ودار له الوريقات ديالو. يعني حتى واحد في الثلاثه ما نوليوش في زين المحارم. حتى شي واحد ما معترف ان بين هذه اللي كيقول لي شوفي انا سولي ليا سولي الجمعيات سولي اي حاجه انا معاك ما نتخلاش على بنتي. يعني قال لي انا ماشي المره الاخرى هربت لي بالولادي وهذه نخليها ما نتخلاش عليها. يعني قال لي ما نتخلاش عليها. دابا حاليا عدوا الوراق ديال السبيطار باش خرج الدريه عدوا اي حاجه قال لي انا ما نتخلاش على ديك البنيه واني ما عارفش اشنو ندير ما نتخلاش على بنتي. يعني قال لي انا ذاك الولاد يعني ماشي ولادي. دابا انت اللي قال لك شي حاجه راه هي هذيك ياك. اه اللي قال لك شي حاجه ديال صدر بنتي انت يا غدا اللي قال لك شي حاجه. دابا يعني في هذه بزاف تألمت بزاف حيت تعذبت انا وبانوا لي ولادي تما معذبين بزاف. هذاك الشيء اللي تمنيت ليهم ما غاديش فيه يعني لا قرايه زوينه لا الدري شغل غادي يشادوا بمدرسه الدري كيكبروا غيسولك على والديهم على باباتهم. الدري النيت كيقول لي كيقول لي ماما واش بابا كاين في العروبيه؟ كنقول لي اه كاين في العروبيه. واش غنمشيو نشوفوه؟ اه اللي عنده 8 سنين اه غنشوفوه. يعني باش نسيه اختي الله يفرج عليك يا ربي. هذا الشيء كنطلبوا الله سبحانه وتعالى يفرج عليك. مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا حلل وناقش من الطبيعي انه الملف فيه مجموعه من الاسئله وفيه انتقادات والملف بطبيعه الحال حنا راه الاشاره التعليقات ديال الناس لان كلام كله صح. البعض من الناس غادي يناقش مع امور اخرى كذلك كتعلق بمنع الحمل اشكاليات كبرى اربعه ديال الوليدات. الشق الاول اخطاء هي اعترفت بها ولكن ما يهمنا هما دوك الوليدات. هذوك الوليدات المآل ديالهم شناهو وشنو الخطا ديال دوك الوليدات؟ هما ما داروا حتى حاجه مساكن مكتاب انهم تزادوا ولكن استهتار اذا صح التعبير ديال الام وعدم اخذ بعد النظر في الموضوع بجديه كان المآل ديالو انه هي 35 عام والعمر ديالها مشابهش مع الوضع ديالها انهارت. هي الكرة أربعة ديال الوليدات كل واحد من أب في شكل ما تتعرفهمش إشكاليات كبرى. تنطلبوا الله عز وجل وجه المغاربة على وجه دوك الوليدات أننا نساعدوها وفق المستطاع. من حق أي مغربي شاف هذا الفيديو أنه يعقب وينتقد ولكن يبقى الشق الإنساني عنده طابع قوي في الملف هما دوك الوليدات. الأم هي حاليا منهارة من هذه السلوكيات من التبعات ملي نجات شيئا ما الابعاد ديال هذا الملف والوقائع ديالو. ولكن هذوك الوليدات المآل ديالهم شناهو؟ الزوال. النداء ديالنا لجل المغاربه انا غنوضع رقم الهاتف ديال سعيده والله عز وجل هو اللي كيخلص المحسنين. هذا شق. الشق الثاني الجمعيات اللي مكلفين بهذا الشان اللي عندهم في القانون الاساسي بطبيعه الحال الاهتمام بالمراه. طريقه اللي يقدروا يساعدوا هاد الام اللي عندها ضربة الوليدات باش ما نلوش شي كارثه انه شي ابن من الابناء يولي واخد خوه وهذا شي بنت تولي واخد خوها مثلا وهذا اشكال كبير. مشاهدينا الكرام تعليق المواطن شكرا لكم.